مهندس سامي، انت قلت لي شويه ارقام كده وانا بتفرج على التقرير. انا استغربت ان هم بيتكلموا على 33 الف كيلو متر من الترع، فانت قلت لي لا مش بس كده، ممكن تقولي الارقام تاني هو ايه بالظبط؟ حضرتك اجمالي اطوال الترع في جمهوريه مصر العربيه 33500 كيلو متر. 33500 كيلو متر ترع. ترع، والمصارف حوالي 20000 كيلو متر. ايه الفرق بين الترع والمصرف؟ الترعة دي اللي بتروي الناس بياخدوا منها الميه، ميه الري. تمام. بعدين لا عشان يتخلص من الميه الزايده تروح المصارف. فالمصارف دي للتخلص من الميه الزايده. بتروح بقى فين؟ بتاخدها توديها فين؟ المصارف كلها في الاخر بترمي في البحر الابيض المتوسط يعني. بترمي في البحر الابيض. بس دلوقتي بدات في محطات تنقيه بعد عندكم مش كده؟ عندنا في محطه المحسمه فعلا افتتحها السيد الرئيس، هتعالج ميه الصرف الزراعي لاستطلاع بيها اراضي في سيناء ان شاء الله. عشان نبدا ان احنا نستخدم الميه دي مره ثانيه. انتوا بداتوا في تبطين الترعه ليه؟ يعني الناس بتقول لك ايه اشمعنى؟ ليه؟ حضرتك الترعه من ساعه ما انشات في عهد محمد علي حتى من سنه فاتت مثلا ما كانش بيتم فيها اي اعمال صيانه على وجه كبير يعني. كانت بتتم اعمال مثلا الحاجه اللي هي الملحه جامد بتتعمل. جزء انهار في الترعه نعمل له تكاسي، نعمل له حائط ساند كده. فمعالي الوزير محمد عبد العاطي وجه ان احنا بقى نركز شغلنا في ترعه او ترعتين او ثلاثه على مستوى الجمهوريه. فسيادته بيعرض الانجازات على سياده الرئيس انجازات الوزاره، فعرض ما تم من في الترعه البسيطه دي يعني. فسياده الرئيس وجه ان ده يصبح مشروع قومي ونبدا ناهل كل الترع اللي فيها مشاكل. فبدات وزاره الري بحصرت الترع المتعبه. الكلمه المتعبه دي معناها الترع اللي فيها مشاكل. لانهم حوالي 7000 كيلو متر طولي على مستوى مصر كلها. ايه المشكله اللي ممكن تيجي في الترعه؟ انت قصدك انها بتنهار، ما بتمشيش ميه كويس، مسدوده، ايه المشكله؟ ما حضرتك بقى الترعه دي كانت يعني في الاول خالص بيتم تطهيرها يدويا. وتطهير اليدوي ده شغل انسان بيتم يعني بعقل وبحكمه. الى جت فتره السبعينات انتشرت الكركات والحفارات. فبدات الترعه تتم بتطهيرها بالحفارات، الحفارات طبعا بتنجز العمل بسرعه. ولكن في الاخر بتؤدي الى يعني القطاع المائي يحصل فيه مشاكل. فالقطاع المائي حصل فيه اتساع في بعض الاماكن بنسميها احنا في الري استبحار يعني عن القطاع التصميمي بتاع الترعه. فالترعه بقت كبيره جدا على حساب الجسور بتاعتها، والجسور بتاعتها اتاكلت يعني. نتيجه الزياده السكانيه والتوسع في العمران بدات الترعه تمشي داخل الكتل السكانيه، فبدات في مشكله من نوع اخر. الناس اللي في ساكنين الارياف يعني او اي ساكنين على الترع يعني بداوا يلقوا بالقمامه والمخلفات داخل الترع. فبقى في مشكلتين، استبحار في اجزاء في الترع واختناقات في اجزاء داخل الكتل السكنيه. فبالتالي المياه ما كانتش بتوصل لنهايه الترع الا بصعوبه، ولذلك بنسميها ترع متعبه. المشروع ده ليه فوائد كتيره جدا جدا جدا. اول فائده له ان هو هيوصل المياه بدل ما كانت بنقعد اربع ايام وخمس ايام عشان نوصل المياه لنهايه الترعه، والفلاح اللي في النهايه ما بتوصلوش الا بصعوبه او بعد ما ندي تعويض كمان زياده عن الدور العماله بتاعه او دور المناوبه بتاعته. خلال ساعات محدوده المياه مجرد ما نفتح الترعه خلال ساعات توصل للنهايه. فبتؤدي لتوزيع عادل للميه لكل المنتفعين. وبالتالي الزراعه تصبح اسهل بالنسبه للمزارع، الانتاج يزيد، المياه تكون انظف. اكثر جوده لان المياه انظف.